وهذا الذي أوصيكم به أيها الإخوة، اتعدوا في الفتاوى، لا تسمعوا لكل فتوى حتى تعرفوا أنها صدرت من عالم عالم أمين على عباد الله، فقيه في دين الله. والعالم ليس هو المتبحر في حفظ العلوم، العالم الفقيه هو الذي يقدر الأمور ويخطط الفتوى قبل أن يفتي. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ شوف الكلام، كثر القراء يعني منع علم كثير لكن مهنا فقه. والعالم الرباني هو الذي يربي الأمة على دين الله عز وجل. المهم الخلاصة.